الصراع يحتدم، ترامب يتهم هاريس بسرقة أموال حملة بايدن، وزيارة نتنياهو لواشنطن تفجر الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وبعد إغلاق عدة شواطئ في مصر، ما حقيقة تسونامي المتوسط؟ الإجابة في تفاعلكم. يبدو أن المنافسة بين المرشحة المحتملة كاميلا هاريس والمرشح الحالي دونالد ترامب لمنصب الرئيس في أمريكا على أشدها، والأغلب حنكون على موعد يومي مع دراما أكبر وأقوى من اللي كانت سابقا. فمن بعد حصول هاريس على دعم كبير من الديمقراطيين تجاوزت فيه العدد المطلوب لضمان ترشحها الرسمي عن حزبها واكتسابها القوة، خصوصا أنه للآن ما ظهر أي مرشح وأعلن تنافسه معها. فهاريس بعد هذا الدعم بدأت خطواتها وخطتها عشان تكسب الترشح وتفوز كمان، وأعلنت خلال زيارتها لثاني تجمع انتخابي لها واللي كان أمس في ولاية ويسكونسن المتأرجحة واللي لها دور حاسم في حسم السباق الانتخابي، أعلنت عن استعدادها لمناظرة ترامب والفوز عليه كمان. وكان ترامب كمان قال أنه مستعد لمناظرتها، وأكد أنه الفوز على هاريس أسهل بكثير من الفوز على بايدن. وكنا تكلمنا أمس عن حملتها اللي كانت في الأساس هي حملة بايدن، ومن بعد انسحابه راحت انتقلت لها، وقلنا إنها جمعت مبلغ 100 مليون دولار في يوم واحد من بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي. يبدو أنه حملة ترامب زعجها الموضوع جدا، فقاموا وقدموا شكوى للجنة الانتخابات الفيدرالية بأنه مو قانوني أنه هاريس تستخدم الأموال اللي جمعتها حملة بايدن، يعني قبل ما هي تجي على الحملة في أموال موجودة هذول اللي بيحتجوا عليها. ووصفوا سيطرتها على الحملة وحساباتها المالية بأكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي، وتم تقديم ملف الشكوى للجنة الانتخابات. وقيل إنه الخلاف بيتمحور حول 95 مليون دولار موجودة في الحسابات البنكية لحملة بايدن سابقا. وحقيقة في تباين في وجهات النظر القانونية، ففي محاميين وخبراء شايفين إنه هاريس كانت جزء من الحملة الانتخابية لبايدن كونها مرشحة معاه يعني لمنصب النائبة، عشان كده تقدر تستخدم الأموال الخاصة بحملته في حال صارت هي المرشحة الرسمية للحزب. وفي حال ما صارت المرشحة الرسمية للحزب، فتعتبر الأموال هذه أموال حملة فائضة، وبيتم تسليمها للجنة الوطنية الديمقراطية أو لجنة إنفاق مستقلة. في نفس الوقت في محاميين شايفين أنه محاولة استخدامها للأموال مو قانونية، وممكن تقودها حتى للمحاكمة. ومو بس حملة ترامب ترى اللي شانين حرب على حملة هاريس، فترامب بنفسه رجع طبعا استرد قوى اللفظية تجاه هاريس من بعد صمت كم يوم بس يعني. فهو طول فترة منافسته مع بايدن كان بيطلق يعني عليه ألقاب، طبعا نعرف سليبي جو وكركت جو، جو النعسان، جو المحتال. اليوم ترامب وبحكم انه بايدن يعني انسحب وتغير منافسه، فلازم يكون كده كرييتيف ويلاقي انه يعني كده انه ما ينفع يطلق على هاريس نفس اللقب القديم اللي وعاده بيقول عنها انها مجنونه يعني. فالتجديد يعني ضروري والاضافات ضروريه. عشان كده ترامب من امس وهاريس في مرمى، وعنوان لبوستاته وفي كل بوست جالس بيكرر نفس اللقب، لاين كمالا يعني كمالا الكاذبه، ولافين كمالا كمالا الضاحكه، هي مرة مستفزت وضحكتها بشكل مو طبيعي. طبعا الضاحكة كلنا نعرف ليش، طبعا لأنه يعني زي ما قلت لكم مرة مستفز الموضوع، ودايما بيعلق على ضحكتها هذه كده اللي بتنفجر فجأة وبتطلع من نص قلبها يعني. أما قصة إنها كاذبة، فترامب نشر بوست قال فيه إنه هاريس الكاذبة لازم تجاوب على سؤال لو بايدن مؤهل لرئاسة البلاد الست شهور الباقية من ولايته. ونشر بوست تاني قال فيه إنه هاريس الكاذبة بتدمر كل شيء بتلمسه. وترى على فكرة يعني انسحاب بايدن ما يعني انه يعني انه خلص من لسان ترامب، لانه برضو علق عليه طبعا وقال انه جالسين بيعملوا من بايدن المحتال واللي هو في نظره يعني اسوأ رئيس في تاريخ البلاد، جالسين بيحاولوا يعملوا منه بطل، وانه تم طرد بايدن من السلطة مثل الكلب.
والحدث الأبرز اليوم هو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأمريكا، واللي نقدر نقول إنها عاملة أزمة من أكثر من ناحية. فهو حيلقي خطاب للمرة الرابعة أمام أعضاء الكونغرس، بس ما حتحضروا نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة كامالا هاريس. وهذه النقطة عاملة إشارات استفهام كثيرة، لأنه حسب البروتوكول لازم هاريس تكون موجودة، بس هتتغيب عنها بسبب ضيق وقتها والتزامها بفعاليات مجدولة مسبقا. وفي حال إلقاء نتنياهو لخطابه، حيكون أول مسؤول أجنبي بيلقي خطاب 4 مرات في الكونغرس. وهاريس مو الوحيدة اللي ما رح تكون موجودة، فكمان في عدد من النواب الديمقراطيين ما رح يحضروا خطابه، وأعلنوا مقاطعتهم للخطاب بالتزامن أصلاً مع احتجاجات وتظاهرات منتشرة أمام الكونغرس. والشيء الثاني اللي كمان عامل أزمة هو لقاءه بكرة مع الرئيس الأمريكي المنسحب من السباق الرئاسي، وإنه إيش فايدة هذا اللقاء أصلاً بعد كل اللي صار يعني. والشيء الثالث لقاء نتنياهو بترامب اللي كان فيه كمان تضارب حوله، فهو لقاء ولا مكالمة؟ لكن ترامب حسم الموضوع وأعلن أنه حيلتقي فيه في مارلاغو الخميس، بس رجع ترامب وقال أنه صار اللقاء يوم الجمعة بناء على طلب نتنياهو. وينضم إلينا من أورلاندو توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا فيك معنا توم. يعني نبتدي منين الحكاية؟ يعني كمية أخبار كل يوم جالسة بتطلع بشكل مو طبيعي. أول شيء خلينا نشوف وجهة نظرك، مؤيد لترامب في موضوع أنه لا يحق لكاميلا هاريس الاستفادة من الأموال اللي جمعتها حملة بايدن؟ أهلاً بك سارة والمشاهدين الكرام. هلأ من الناحية القانونية والنظام الفيدرالي، لا هذه الأموال حسب الخبراء والمحاميين هن لا بايدن هاريس، وليس هاريس وأي شخص ثاني. فلذلك الأمر هنالك مشكلة قانونية بهذا الموضوع. ولكن ماذا قالوا بالحزب الديمقراطي؟ قالوا سنأخذ هذه الأموال، سنطلب من اللجنة لتعطينا الأموال ونأخذها، ولتكن هنالك محاكم، وهذه المحاكم ستأخذ مجراها حتى بعد الانتخابات، وكل حادث حديث بعد الانتخابات. وهذا موقف صارم من قبل الحزب الديمقراطي، ولكنه خاطئ، لأنه حاكم هني الرئيس ترامب على $250,000 أنه حولهم بالنيويورك لذلك الشخصية البورن ستار، ولكن اليوم يأخذون $90 مليون من خزينة للحزب الديمقراطي للشعب وليس للسيدة هاريس. فأنت إذن ضد هذا الموضوع؟ بس بالفعل يعني حتى لو ترفعت قضايا الآن وكذا، حتكون مجرد يعني بلبلة وما حيتم حسم الموضوع حاليا يعني. بس لو نتكلم مثلا على الموضوع الآخر اللي هو عامل جدل أيضا، اللي هو زيارة نتنياهو. هذه الزيارة يعني طبعا هي زيارة مجدولة من أول، لكن بعد كل اللي صار أصبح الموقف غريب. فإيش رأيك في أنه يعني اللقاء اللي رح يتم مع بايدن، وبعدين كلمته، وبعدين لقاءه بترامب؟ لأنه هي سيدة هاريس هي الحاسمية، تعتبر رئيسة مجلس الشيوخ بالوقت الحاضر، وهي مرشحة اليوم لتكون بسدة الرئاسة وليس للشعب الأمريكي فقط، ولكن على منصة دولية، يجب عليها أن تكون جالسة في مجلس الشيوخ. ولكن هي عملت حساباتها أنه إذا في ناس ضد الحرب في غزة، فهذا فرصة لها أنه تكون من جهة هؤلاء المجموعات، ولم تأتي إلى الكونغرس وتقول لهم أنا لم أذهب لملاقات نتنياهو، ولكن لقيته جانبا بعد نهار أم نهارين، تتخفف من حدة هذا الاجتماع. ولكن هنالك حسابات ستنعكس عليها سلبيا، أنه يستعملها منافسها ترامب، أنه هي حتى مش حاضرة تتواجه
الأزمات الكبيرة والدولية، فلذلك الأمر هي رئيسي ستكون فاشلة في أي. عهدها في حال وصلت لسدة الرئاسة. أي بس أنت يعني بتقول إنه كلامها إنه هي عندها التزامات وبسبب أمور الحملة وما إلى ذلك فهي حتغيب عن هذا اللقاء، إنه هذا الشيء غير حقيقي، بتقول إنه هو تكتيك سياسي يعني محاولة لتحييد نفسها. تكتيك سياسي، لأنه مثل ما هي ضللت إنه الرئيس بايدن دائما بتحضر هي الاجتماعات، والاجتماعات جيدة وبعقلية جيدة وبقوة جيدة، ولم ترى أي ثغرة بحديثه على فترة سنتين ثلاثة. اليوم تضلل لماذا لم تحضر هذه الجلسة، بقى ستكون معروفة بالنتيجة أنه هي السيدة الضلالة، كما نستعمل أي تعبير خاطئ، الضلالة. وكذلك الأمر هي بتعرف. يعني عادي ترامب يقول لاين كاملة، فتقدر تستخدم يعني تعبير ترامب اللي انت مؤيد له يعني عادي. صحيح، ولكن هي كمان نعرف نحن بالنتيجة أن الرئيس بايدن لم يجتمع مع حكومته على 9 أشهر، وفي أزمات داخلية وخارجية كبيرة، ولم يجتمع مع حكومته على 9 أشهر، وهلأ تسربت المعلومات في الأسبوعين الماضيين. بقى هي بتتحمل هذه المسؤولية أنه هن مش شفافين قدام الرأي العام الأمريكاني، وهذه نقطة سوداء على ملفها بالترشيح. طيب لقاء نتنياهو مع ترامب اعتراف بأنه مثل ما كان كمان تم حديث بين الرئيس زيلينسكي والرئيس ترامب لبحث مفاوضات في حال وصل لسدة الرئاسة، وكيف سيحل المشاكل بين أوكرانيا وروسيا. أنا بتصور كذلك الأمر سيبحث موضوع عملية السلام وإعادة الهدوء إلى المنطقة، القيود على إيران، لأنه إيران، أنا بتصور حديث نتنياهو سيكون إيران والمنظمات الإرهابية اللي هي أزرع لإيران في المنطقة، ويهددون عملية السلام، وسيبحث هذا الموضوع بالذات إيران وليس أكثر، وتمديد وتوسيع عمل الدول التي ستأتي ضمن الاتفاقات الإبراهيمية القادمة، وهذا بده يكون مضمون الحديث. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من أورلاندو توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا من جديد. في خطوة جديدة لتعزيز الفن والبحث عن الأفضل واكتشاف مواهب جديدة، أطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا، وهي جائزة بتركز على الأعمال الروائية الأكثر شعبية وقابلية للتحويل لأعمال سينمائية. هيئة الترفيه اختارت اللجنة من أصحاب الخبرة والمعرفة في هذا المجال من نقاد ومخرجين وكتاب ومؤلفين، وعددهم رح يكون 18 عضو. أما رئيس الجائزة فهو الدكتور سعد البازعي، وبيملك خبرة واسعة في عدة مجالات أبرزها التأليف والنقد والترجمة، ونائب الرئيس الكاتب والروائي السعودي عبد الله بن بخيت، واللي بيشغل منصب المستشار الثقافي لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. مجموع الجوائز يقدر ب 690,000 دولار، والجائزة الكبرى رح تكون مقسمة لثلاثة مراكز. الأول رح يربح 100,000 دولار، المركز الثاني 50,000 دولار مع تحويل العمل إلى فيلمين سينمائيين، ولصاحب المركز الثالث 30,000 دولار. معنا من الرياض الروائي عبد الله بن بخيت، نائب رئيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا. أهلا فيك معنا أستاذ عبد الله. أول شيء طبعا يعني خلينا نبتدي ونقول مبروك أصلا على هذه الجائزة، ومبروك يعني على اختيارك ضمن طبعا اللجنة. وإذا ممكن نبدأ ونسألك، ليش برأيك هذه الخطوة مهمة؟ أول شيء السلام عليكم، حييك وحي مشاهدينك. الحقيقة أنا أعتقد إنه هذه الخطوة ستكون نقلة نوعية في التعاطي مع الرواية ومع السينما. ففي كثير من الحالات تتداخل السينما مع الرواية، لأن هذا يعني هما صحيح مختلفين لكن في نفس الوقت متشابهين في كثير من العناصر. okay. وأفضل من يتصدى لمثل هذا العمل هو هيئة الترفيه، لأن هيئة الترفيه عندها القدرات، عندها الإمكانيات، وعندها القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة في المواضيع هذه. فأنا أعتقد أنه هذا العمل
أو هذا التجمع الجديد والجائزة وغيرها، هذه كلها ستكون نقلة نوعية خلال السنوات القليلة القادمة للفن الروائي والفن السينمائي في نفس الوقت. طيب جميل، أنتوا يعني مجموعة خلينا نقول متنوعة، يعني اللي حتكونوا لكم الرأي والحكم في النهاية، يعني من أنتوا من يعني من دول مختلفة، من خلفيات مختلفة، كيف هذا الشيء حيأثر على الحكم يعني؟ والله شوفي، انه تنويع في الآراء ضروري جدا، ولا يمكن تركبين مجموعة متشابهة، لأن القرار سيصبح مكرر ومعاد. لكن عندما يتنوع الناس، تنوع مشاربهم، وخصوصا انه معالي الأستاذ تركي ركز على هذا التنوع على أساس يمنح القرار نضج وأصالة، لأنه لن يتكرر ما يحدث من أخطاء سابقة وغير ذلك. فبالتالي تنويع أعضاء اللجنة هو ضرورة يعني لخلق عمل فني وقرارات جديدة تساهم في بناء الرواية والعمل السينمائي. متى حيقدروا الناس يبتدوا يعني يشاركوكم الأعمال؟ والله حتى الآن لم نجتمع. أوكي. الآن هو صدرت القرارات التعيينات، لكن لم يحدث اجتماع بعد، وبعد الاجتماع أيضا بالأستاذ معالي رئيس الهيئة، وكل هذه سوف تتوالى إن شاء الله. عندما يتم الاجتماع ويتخذ فيها القرارات، عندئذ سوف تعلن كثير من القرارات الهامة التي سوف تساهم إن شاء الله في تطوير الرواية والسينما. إن شاء الله. طيب بنظرة سريعة يعني على الأسماء المختارة، يعني ممكن الواحد يقول من أول ملاحظة يعني تنقال إنه التمثيل النسائي، خلينا نقول يعني ما في تمثيل نسائي، كلكم رجال، أغلبكم رجال، إلا طبعا بدرية البشر الكاتبة، طبعا الكاتبة عفوا. والله والله أنا أعتقد وكاتبة سيناريو مصرية اللي هي ماريا نعوم، بس هل هذه يعني قلة عدد النساء في لجنة التحكيم يعني خلينا نقول دليل على أصلا ضعف وجود المرأة أصلا في هذا المجال أصلا؟ لا، نقطة النساء والتمثيل النسائي في المملكة تم تجاوزها، لأنه الآن المرأة أصبحت في كل مكان ومساهمة في كل مكان، وعملية الانتقاء تتم على حسب خبرة الشخص، لا ليس لأن ذكر أو أنثى، وليس لأن كبير أو صغير، خبرته وقدرته هي اللي تأتي بها إلى مثل هذه الأماكن. وأنا ما أعتقد أنه السبب أن قلة في النساء، ولكن في أفضلية للرجال الموجودين في الساحة، وكثير منا اشتغل. يعني لا أتذكر مثلا أنه في امرأة سعودية اشتغلت في كتابة السيناريو على سبيل المثال إلا للسينما في بعض الأشياء. ما هذا هو قصدي أستاذ عبد الله، يعني في ضعف أصلا في وجود المرأة في هذا المجال بشكل عام، فعشان كده يعني اللجنة فيها بدرية البشر ومريم نعوم بس يعني. فالأمل أنه الاختيارات حقتكم أو اللي يتقدم لكم إنه إن شاء الله يكون في يعني مواهب خلينا نقول نسائية كثيرة كمان. يعني أنا منحازة للمرأة، يعني زي ما عبد الله زي ما قلت لك، شوفي زي ما قلت لك إنه لم يعد الاختيار منتخب، والله لازم 4 نسوان و7 رجال وكذا للتشجيع. المرأة تجاوزت هذا في المملكة. صح. المرأة أصبحت يعني موجودة في البنوك وعلى مستوى أكيد. كل المستويات الإدارية والإبداعية، لكن عدد الرجال العاملين في هذا المجال أكبر من عدد النساء، وبالتالي ينعكس هذا على اختيار اللجان هذه. نعم. إيه. طب وبشكل عام أنتوا كمان ما حيكون عندكم بس يعني أنتوا عاملين كذا مسار في الجائزة؟ والله حتى الآن لم تتخذ مسارات واضحة تماما. أوكي. لأن اللجنة لم تجتمع بعد. أوكي. فأنتوا لما حتجتمعوا يعني حتوضحوا التفاصيل أكثر، وحتصدروا بيان طبعاً. بالمسارات طبعاً. وبالتوقيت يعني اللي الناس حيقدروا يشاركوا فيه.
نعم، وحتى على مستوى الوقت يعني الديدلاين، لابد من وضع ديدلاين في هذا الموضوع بحيث أنه يبدأ العمل في الإنتاج وليس في التصريحات والتنظير وغير ذلك. هنا طبعا تعرفين الهيئة الترفيه يقود الأستاذ تركي. أيه؟ الأستاذ تركي ما يعني على طول على العمل، يعني ما يجلس. لا، إنسان عملي جدا في التنظير أو نعم فتنفيذي. فأنا أعتقد إن شاء الله أنه بعد اجتماعنا الأول والثاني ربما عندئذ سوف تتخذ قرارات وسوف تنفذ على الفور. قديش متفائل؟ أنا متفائل جدا، يعني أنا الآن لما استلمت الهيئة هذا العمل أو هذا المشروع، فأنا أعتقد أنه سوف نرى خلال سنوات قليلة أفلام سعودية مبنية على روايات سعودية، وأفلام سعودية مبنية على سيناريوهات سعودية، بمساعدة طبعا الزملاء من الدول العربية الأخرى اللي سبقونا في هذا المجال. أيه. طيب، جميل جدا صراحة، هي تجربة جميلة وفكرة جميلة، وإن شاء الله يعني يكون الناتج منها كمان جميل جدا وأعمال جميلة، والله يعينكم صراحة على الاختيار. يعني أنا متأكد أنه كثير حيكون فيه مشاركين. فبشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من الرياض الروائي عبد الله بن بخيت، نائب رئيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا. من يومين والجدل على أشده في مصر، والسبب الخوف والقلق من تسونامي البحر المتوسط، وكثرة الأخبار حول الموضوع بين الإغلاقات والتوقعات والنفي والتأكيدات. فقلنا لازم نعرف إيش اللي جالس يصير يعني، وإيش الحقيقة، ونطمن نحن يعني، ونطمن ونطمن كل اللي يعني خايفين وقلقانين من تسونامي يعني. فخليني أبدأ معكم من البداية، وقت ما طلع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس اللي انشهر إذا تذكروا من وقت زلزال تركيا وسوريا في فبراير 2023، طلع من 3 أيام وحذر من تسونامي في منطقة حوض البحر المتوسط بأكمله، والتحذير اللي نشروا تزامن مع زلزال بقوة 5.2 في جزيرة كريت اليونانية اللي قريبة بالأساس من الشواطئ المصرية. وهذه الخريطة أمامكم طبعا أنتم شايفينها الآن، بس اللي زاد الخوف أكثر وأكثر ظهور ظاهرة انحسار مياه بعض الشواطئ في العريش وبورسعيد والموارد المائية في القاهرة، وصدور قرار بإغلاق كل شواطئ الإسكندرية ومطروح وبورسعيد، وانتشار التحذيرات من نزول الناس على البحر. وتم ربط الزلزال اللي صار في جزيرة كريت بانحسار مياه البحر قبل إعادة فتح الشواطئ قبل ساعات، وبدأت بعدها تتوالى أخبار الإغلاقات في شواطئ مصر. فتم إغلاق الشواطئ في مدينة بورفؤاد والدقهلية عبر بيانات رسمية لقائمة الشواطئ المغلقة، وفي البيانات كان السبب سوء الأحوال الجوية. ولكن محافظة الدقهلية رجعت حذفت بيانها، ونزلت بعد ساعات محافظة أسوان بيان أعلنت فيه غلق طريق أسوان أبو سنبل ووقف الملاحة ببحيرة ناصر، وإنها حتقطع الكهرباء عن أبو سنبل الكامل حفاظا على حياة المواطنين بسبب عاصفة ترابية ورياح قوية حتضرب المحافظة. وبالفعل شهدت أسوان أحوال جوية مضطربة ورياح قوية جدا تسببت باقتلاع الأشجار، وكل هذا جاء من بعد موجة حر قياسية وصلت فيها الحرارة لفوق 40.
بس على فكرة من ساعات تم تداول خبر أنه تم فتح الطريق صباح اليوم بعد استقرار الحالة الجوية، والمهم أنه التغيرات الجوية اللي صارت فجأة خلت الناس تقول خلاص اللي جاي أكيد تسونامي، وهذا الشيء عمل فوضى كبيرة في التوقعات والأخبار، غير طبعا الجدل الكبير والخوف والقلق كمان. وعشان كده الجهات الرسمية في مصر بدأت توضح اللي صار عبر بيانات متعددة، فنشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيان قال أنه ما تم رصد أي نشاط غير نمطي للزلازل في الفترة الحالية، وما تم تسجيل أي احتمالات خارجية عن المعدلات الطبيعية، وأكد أنه لو صار أي تغير في النشاط الزلزالي حيطلع المعهد أو حيطلع المعهد بيان رسمي بيحذر فيه المواطنين. وكانت رئاسة مجلس الوزراء كمان أكدت أنه ربط ظاهرة انحسار المياه بالزلزال مو صح، وأنها تواصلت مع المعهد القومي للبحوث الفلكية وأكد أنها ظاهرة طبيعية من المد والجزر بتصير، وقالت أنه منسوب المياه حيرجع يرتفع الأيام الجاية، وأنه النشاط الزلزالي اللي بيتسبب بموجات تسونامي في البحرين الأحمر والمتوسط ضعيف مقارنة بباقي المناطق على سطح الكرة الأرضية. وعلى فكرة الكلام عن تسونامي والتحذيرات ما كانت بس في مصر، فكمان تم تداول فيديو قيل إنه في السودان اللي شهدت أمطار غزيرة أغرقت قرى بأكملها. وفي المغرب كمان تم تداول فيديوهات للافتات جديدة تم تعليقها على شواطئ مدينة الجديدة السياحية بتبين مسار الإخلاء في حالة تعرض للتسونامي. وإحنا في تفاعلكم سألنا الدكتور صلاح الحديدي الأستاذ بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الموضوع ووضح اللي حتسمعوه. موضوع زلازل كريت دي مش جديدة علينا، بتحصل على طول وعلى فترات متباعدة يعني، وعندنا المحطات بتسجل في المعهد القومي يعني بتسجل كل الزلازل اللي بتحصل يوميا يعني، هذا الأمر أمر مش جديد يعني. أما الخلط بين التسونامي وموضوع المد والجزر اللي بيحصل فهم مختلفين تماما عن بعض يعني. المد والجزر ده بيحصل نتيجة تغيرات جوية ومسؤول عنها هيئة الأرصاد الجوية، إنما اللي البلد خدته دي كلها إجراءات احترازية من أجل سلامة المواطنين وتحذيرات ليهم الناس برضو، حتى لو في البحر ساعات بيبقى هاي كده والموج شديد، وده كلنا بنشوفه لو احنا بنروح المصايف، مش جديد، حتى وانت قاعدة في المصيف الموجة بتبقى جاية جديدة من غير لا زلازل ولا تسونامي ولا أي حاجة، وتلاقي الموجة بتلطش الناس اللي قاعدين على الشط وبترجع تنحصر تاني يعني. فدي ظاهرة طبيعية بتحصل نتيجة التغيرات البيئية ودرجة المناخ درجة الحرارة ليس إلا يعني. فالناس ربطك يعني دايما بتربط الأشياء غلط. التسونامي وموضوع زلازل كريت تتكلم مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، احنا هنقول لك احنا عندنا مؤشرات، عندنا شبكات رصد، عندنا حاجات كتير بنشوفها، هنقول لك الحقيقة. فالحمد لله الأمور مستقرة، ومن ساعة القلق بقى لنا يومين وما فيش أي حاجة بتحصل الحمد لله يعني. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا وأبحاث المياه في معهد البحوث الأفريقية. أهلا فيك معنا دكتور. طبعا حضرتك أكيد متابع الجدل اللي صاير هذا، إيش رأيك؟ أهلا وسهلا أستاذة سارة، وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. والحقيقة احنا دلوقتي نفرق ما بين ظواهر مختلفة. عندنا فيه بعض العواصف الشاطئية اللي بتؤدي إلى رياح وبعض الأمطار وغيره، ودي بنسميها النوات، ودي عارفين مواعيدها وبتحصل في أوقات معينة من السنة وبتسبب أمطار غزيرة كما حدث في دبي من حوالي شهرين. هذه عواصف وبترجع لضغط الجو وغيره من هذه الأشياء. أما المد والجزر فهذه ظاهرة فلكية
لأن بتعتمد على موقع الشمس والقمر وطريق جذب الشمس والقمر للأرض، وبالتالي الهواء بينجذب والمياه بتنجذب. فإذا هناك مد وجزر، وأيضا معروف بعض يعني أوقات المد والجزر بنقول الأيام القمرية وغيرها، فهذا مد وجزر وبيحدث ويحدث في أماكن أكثر من غيرها. وبالتالي الناس اللي بتعيش في على الشواطئ في تلك الأماكن يعلموا جيدا المد والجزر ومتعودين عليها. شيء آخر وهو السونامي. السونامي كيف يحدث السونامي؟ السونامي بيحدث بعد زلزال مباشرة، وليس كل زلزال يعني يؤدي إلى سونامي. الزلازل اللي مركزها داخل البحار والمحيطات هي اللي ممكن تؤدي إلى سونامي. أوكي. والزلازل اللي هي أقوى من 6.5 ريختر هي اللي ممكن تؤدي إلى سونامي. وأيضا أوكي. مش كل الزلازل القوية تؤدي إلى سونامي أيضا. إذا كان الزلزال ناتج نتيجة انزلاق كتلة ضخمة، في الحالة دي بيبقى الأمواج بتبدأ ويتكون سونامي. وهنا السونامي بنعرف السونامي بيتكون بعد الزلزال بثواني. يعني إذا حصل الزلزال وعدى ساعات انتهى الموضوع، إذا ما فيش سونامي. أوكي. والزلازل البسيطة، وإحنا عندنا في البحر المتوسط الزلازل المعتادة يوميا من 2 إلى 3.5 أو 4 ريختر. اللي حصل منذ حوالي 3 أيام حصل زلزال شدته 5.2 ريختر. هذا الزلزال بالنسبة للبحر المتوسط يعتبر قوي إلى حد ما، ولكن لا يكون سونامي بأي طريقة. أوكي. ربما هو عمل هنا إيه؟ اضطراب خفيف في مياه البحر المتوسط أدت إلى انحسار خفيف. والحقيقة هنا برضو المعهد لما بينكر نفس الشيء حصل بعد زلزال تركيا، أدى إلى الضغط على قاع البحر المتوسط وحصل انحسار، ربما المياه لم تعود حتى الآن منذ زلزال تركيا. ولكن علينا أن احنا فعلا يعني نفسر ونعلن في الوقت المناسب ضروري، لأن في بعض المحافظات إيه؟ اللي أغلقت الشواطئ لأن ليس لديها معلومة. وهي ما هذا هو أنا اللي بدي أسألك عنه يا دكتور. حالة إغلاق الشواطئ وهذه يعني الإجراءات هذه أقلقت الناس. صحيح، وده لغياب المعلومة، لأن المسؤولين على هذه الشواطئ أو المحافظات ما عندهمش المعلومة الحقيقية. أوكي. السونامي بيحدث بعد زلزال ضخم، واللي حصل إن هو زلزال خفيف، يعني زلزال 5.2 رغم إن هو مش معتاد، بيحصل في البحر المتوسط تقريبا كل شهرين أو ثلاثة، لكن يوميا بيحصل 2 و3 و3. النهاردة حصل زلزالين 3.5 ريختر، ولكن ليس 5.2. فخمسة واثنين من عشرة أو ستة أو 6.5، يعني ممكن أقل من 6.5، لا يكون سونامي. لازم في البحر المتوسط عشان يبقى سونامي لازم يكون قوي 7 أو أكثر. إحنا يمكن نتذكر سنة 365 ميلادية حصل زلزال شدته يعني أقترب من 8، عمل سونامي دمر الدول شرق المتوسط بالكامل بما فيها الأسكندرية. إحنا تبدو دكتور إحنا نتذكر سنة 365؟ ضحكتني. لا صحيح، ما هنا يبقى بنتكلم ان اكثر من 1700 سنه يعني. بس انت لما قلت ذكرتني صدمتني، انه يعني اكيد نحن ما بنتذكر هذا الشيء، بس شكرا على المعلومه. لا لا لا. التاريخيه يعني اكيد لا، التاريخ ده التاريخ فعلا، بس انه لما نقول هذا كله اللي صار واغلاق الشواطئ والتسونامي والعالم الهولندي هو ايش اللي سبب البلبله من الاساس؟ لا، العالم الهولندي قصه ثانيه. العالم الهولندي له عشرات التنبؤات خلال الثلاث شهور الماضية لم يحدث ولا واحد منها، وبالتالي هو ليس بعالم، هو شخص يوتيوبر مهتم بالكواكب والنجوم ويحاول يفسر الزلازل، وهذا غير صحيح على الإطلاق. وله العشرات التنبؤات ولم يحدث منها أي شيء. هناك زلازل بتحصل، زلزال شدته 7 بيحصل كل شهر مرة أو في مكان ما في العالم، فبالتالي لازم هيصدف. طالما أعمال أسبوعيا أيوة. في تنبؤات أكيد في واحدة منهم هتصادف، ولكن لو التنبؤ حقيقي يقول قوة الزلزال ومكان حدوثه والزمن. نعم. لو قال الثلاثة دول يبقى في الحالة دي وحصل، يبقى هو ويقول لنا أساس التنبؤ. لابد يكون في أساس علمي. لما يقول القمر والشمس، طب لما يحصل مد وجزر معناها أن يحصل زلزال، ومعناها ان الزلازل تبقى في العالم كله، لان العالم كله بيحصل معظمه بيحصل فيه مد وجزر. أيوة. هو بيربط نظريته ان في القمر والشمس بيجذبوا الارض، وهذا ما يحدث في المد والجزر.
وإذا كان نفس الشيء على الكتل الصخرية يبقى في الحالة دي إن كل مادة لازم يبقى معاه زلزال، وهذا غير حقيقي. طيب إحنا أول شيء بنشكرك على أنه يعني طمنت الكل على هذا الموضوع، بنشكرك طبعا على معلوماتك ووقتك. كان معنا من القاهرة الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وأبحاث المياه في معهد البحوث الأفريقية. أهلا من جديد. الآن موضوعنا عن دراسة جديدة ونتيجتها طبعا أنا يعني عجبتني ولما كان سلط الضوء عليها. يعني الدراسة اللي نشرتها دورية جامعة الطبية الشهيرة بتقول أنه عشان صحتكم الطبيبات أفضل من الأطباء. هذه الدراسة أجريت على 200,000 مريض وأكثر من 200 جراح، ووجدوا أنه الأطباء النساء بيولوا اهتمام أكبر لمرضاهم من الأطباء الرجال. مو بس كده، الدراسة أظهرت أن النساء بيمضوا وقت أطول في تكريس وقتهم للمرضى، وبيكتبوا ملاحظات رعاية أطول، وبيتابعوا سجلات المرضى أكثر. يشتبوا أكثر من كده يعني، واضحة الشغلة. وعشان أزيدكم من الشعر بيت كمان، الطبيبات بيكونوا أكثر تعاطفاً وأكثر إنقاذاً لحياة المرضى، لدرجة أنهم بيتابعوا مرضاهم حتى في إجازاتهم، وبيعتمدوا على نفسهم وعلى الذكاء الاصطناعي في كتابة التقارير والملاحظات بنسبة أكثر من الرجال. ولكن لسه عدد الأطباء الذكور أكبر بكثير من النساء. يعني وفقاً لدراسة أجرتها رابطة كليات الطب الأمريكية، 38% بس من الأطباء في الولايات المتحدة هم من النساء. هذا الشيء طبعاً غير طبعاً أصل الفكرة النمطية أنه الدكتور يعني الرجل أفضل، بتخلي الأطباء الرجال كمان يكون عندهم مواعيد أكثر بنسبة 12% يومياً و26 مرة أسبوعياً أكثر. طبعاً إن شاء الله هذه الدراسة يعني تخلي الناس تعرف مصلحتها أكثر، وأنه يعني يمكن الحل دايماً عند الستات. بس إحنا عشان نعرف أكثر عن الموضوع معانا من عمان دكتورة رولا عواد، خبيرة الهندسة البشرية. أهلا فيك معانا دكتورة رولا. طبعا يعني الموضوع له شقين، أول شق اللي هو أنه النساء أفضل أو أمهر في هذه المهنة، والشق الثاني أنه ما في ستات كفاية في هذه المهنة. فخلينا نتكلم عن الشق الأول، هل فعلا في ملاحظات أو كذا أنه فعلا المرأة كطبيبة أفضل من الرجل؟ أول شيء هو مش أفضل، هي مش أفضلية، ولكن هو كيف طريقة الدماغ مركبة، كيف إحنا دماغنا بيشتغل بالنسبة للرجال. هلأ إحنا دماغنا يعني خلينا نحكي هو متعدد المهام البشرية كائنات بشكل عام. أما الذكور فهم بيقدروا ياخدوا يعني تاسك واحد أو مهمة واحدة بالوقت الواحد، ما بيقدروا ياخدوا أكتر من مهمة أمامهم. فهذا الشيء بيعطي الطبيبة الأولوية أو خلينا نحكي الأفضلية بالتعامل مع يعني مهام متعددة، وإنها تهتم بالمرضى بشكل مختلف أكتر وشامل أكتر من الطبيب. بالإضافة لأنه خلينا نحكي أنه اليوم إذا إحنا بنحكي على دماغ الإناث بشكل عام، فإحنا بنحكي أنه في عنا يعني بيعتمد تركيب دماغنا أو فعاليته خلينا نحكي أكتر من فعالية دماغ الذكور. السبب في ذلك أنه إحنا عنا المادة البيضاء الموجودة بالدماغ هي الفعالة أكثر من المادة الرمادية اللي موجودة بالدماغ، أما الرجال فالعكس صحيح. وهذا السبب هو اللي بيخلي خلينا نحكي الأنثى أو المرأة أكثر تعاطفاً، أكثر إحساساً بالآخرين واهتماماً، والذكاء العاطفي بيكون أعلى عندهم، وبالتالي خلينا نحكي مهنة الطب فهي بتكون طبعاً ألطف وأحن وما إلى ذلك. طيب يعني إذا دماغنا يعني فعالة أكثر وعندنا قدرة على القيام بمهام متعددة وما إلى ذلك، يعني إحنا أذكى يعني؟ احنا لا، هلا شوفي هو صدقا يعني ما يعني اضحضت كل الافكار او كل الدراسات العلميه لحد هاللحظه انه في جنس يعتبر اذكى من الاخر. طيب. ولكن فعاليه دماغنا اعلى. يعني احنا اكثر كفاءه دماغنا من دماغ الرجال. اوكي. نعم. ايوه برافو عليك، عدلتيها شويه، خفت يا دكتوره رولا، قلت اخر مره نستضيفك بعدين. طيب خلينا ننتقل على الشيء المقلق الاخر اللي هو اصلا بشكل عام دائما الدراسات بتقول انه المراه اقل اقبالا على دراسة خلينا نقول المواد العلمية بشكل عام، لكن هذه الدراسة كمان بتركز على أنه عدد الطبيبات
أقل أصلا، هذا في سبب معين بيجعل من دخول المرأة لهذا المجال خلينا نقول يعني أقل؟ ممكن انه نحكي انه هذا المجال فعليا هو يعني مقبلين عليه الذكور او ماخذينه، خلينا نحكي لما اي انسان بده يفوت على مجال معين بده يشوف قد ايه في عليه طلب. فاذا ذكور ماخذين الشريحه الكبيره من هذا المجال، فهي الانثى ممكن انها تصير يعني ترجع ستيب باك او تاخذ خطوه للوراء انها تفكر مره ثانيه في الموضوع انها تفوت في هذا المجال. ولكن هو فعليا اذا بدنا نحكي على الذكاء او نحكي على طريقه التفكير وفعاليتها بهذا المجال، فإحنا بنحكي إنه المرأة فعلياً قادرة وجداً ومناسبة وأنسب ممكن شوي من الذكور بهذا المجال بالذات. أيوة لا، وكمان إحنا نحتاج ندعم بعض. تعرفي دكتورة، أنا أحياناً أسمع بعض النساء يقولوا إنه أنا مثلاً ما أروح لدكتورة ما أثق فيها أو ما أبغى دكتورة تولدني، يعني فما يعني أحياناً إحنا بنشكك في بعض كمان، هذه مشكلة، بس هذا يعني نقاش ليوم آخر. على العموم شكراً لك على هذه المعلومات، كانت معنا من عمان دكتورة رولا عواد خبيرة الهندسة البشرية. مشاهد الحمم البركانية اللي صار لها فترة بتتدفق من جبل إتنا في إيطاليا أقل ما يوصف، يعني فيها أنها مرعبة. هذا البركان يعتبر أكبر بركان نشط في أوروبا، ونشاطه هذا أدى إلى تشكل عمود من الرماد بلغ ارتفاعه 8 كيلومترات لدرجة أنه غطى رماده المجال الجوي. وشفنا أمس مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية بيعلن عن تعليق كل رحلاته بسبب ثوران البركان، بس اليوم رجع المطار فتح أبوابه وسير الرحلات بشكل طبيعي. كوريا الجنوبية من الإلكترونيات وعالم التجميل لموسيقى البوب، ففي تقرير حكومي طلع اليوم تكلم عن قيمة مبيعات كوريا الجنوبية الخارجية من صناعة موسيقى الكي بوب، يعني البوب الكوري. المهم كوريا الجنوبية وصلت مبيعاتها من الكي بوب لأكثر من تريليون وون، يعني أكثر من 700 مليون دولار. والتقرير قال أن نسبة المبيعات زادت عن العام الماضي بنسبة 34%، وهذه المرة الأولى اللي بتتجاوز في المبيعات الخارجية لصناعة الكي بوب 1 تريليون وون. يعني المبيعات ما بتشمل بس ترى الألبومات، لا كمان عندنا خدمات البث المباشر في الخارج، الحفلات الموسيقية اللي بتتصدر قائمة الإيرادات. وتوقع حتى التقرير زيادة المبيعات الخارجية للصناعة في عام 2024 أكثر من كده، من بعد ما صار في تنوع في موسيقى الكي بوب وظهور فنانين جدد حتى على الساحة. احنا بتفاعلكم سألنا زميلتنا في قسم الاقتصاد سمر المشط عن الموضوع ووضحت لنا التالي. النجاح في الاقتصاد الكوري امتد من صناعة الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية ومواد التجميل، هذه المرة إلى صناعة الموسيقى التي تجاوز حجمها اليوم 5 مليارات دولار، وذلك بفضل الكي بوب أو موسيقى البوب الكورية. هناك نذكر بدأت هذه الفينومينا أو الظاهرة منذ أكثر من عقد من الزمن عندما انتشرت أغنية غانغام ستايل، وبعد ذلك توقعنا أن هذا حيكون ترند وحيروح، بس ثبتت صناعة الموسيقى الكورية أقدامها ليس فقط في كوريا وأيضا في العالم. من الملفت أنه معظم هذه أو معظم المبيعات أو الإيرادات التي حققتها صناعة الموسيقى الكورية جاءت من الحفلات خارج موطنها أو خارج كوريا، على الرغم من الحاجز اللغوي الذي يفصلنا عن هذه الثقافة. اليوم هناك العديد مثلا فرقة بي
BTS، واحدة من أشهر هذه الفرق التي تعي كم هي popular أو معروفة هنا في العالم العربي، حتى أنها تقوم بأداء بعض الأغاني بالعالم العربي. أيضا لا ننسى أن العديد من المواسم الغنائية قامت باستضافتهم مثل موسم الرياض، ودعمت هذه الصناعة أكثر في هذه المنطقة. في مسنة جزائرية من الريف عاملة حالة من الجدل مو طبيعية، والسبب التيك توك والرقص والغناء. حالي نزهن شوق نصهر ظنك نيلق تورد الأحباب نمصفرة قد جال أغضك مطاوق. يا جماعة انضمت من فترة قصيرة على تيك توك، يعني كده من شهرين، وأطلقت على صفحتها اسم زهرة تشرفت، وعندها 16 ألف متابع وعدد متابعين يعني مقبول يعني، لكن فيديوهاتها بتحصد آلاف المشاهدات، يعني في فيديوهات وصلت أكثر من 400 ألف متابع. ومن خلال فيديوهاتها بتنشر زهرة يومياتها في قريتها، وبتشارك متابعينها كل تفاصيل حياتها، من خرجاتها لتنظيف بيتها للأشياء التقليدية اللي بتحضرها حتى في المطبخ، حتى أنها بتنشر أغاني معروفة في منطقتها وبترقص عليها وبتغنيها بأسلوب مرح جدا. عموما ردود الفعل كانت منقسمة بشكل كبير، في ناس شافتها فرفوشة وانها عاملة زي الدليل السياحي لمنطقتها، وجالسة انه بتعرف الناس عليها وانه اللي بتعمله جميل لانها تلقائية في حديثها وحركاتها، وفي ناس قالت لها انه ما يصير انها ترقص على تيك توك ولا تعمل هذه الاشياء، وانه لازم تترك هذه الشغلة يعني للمراهقين، وكأنه الفرحة والبسطة هي بس للمراهقين. صراحة انا احتج وبشدة. لكل اللي يحب المغامرة وللي عنده شغف برفع الأدرينالين في جسمه، هذا الخبر حيهمكم كثير. ففي سلم تسلق مرعب في النرويج تم افتتاحه في مايو، وصار أحدث وجهة للمشي لمسافات طويلة في النرويج. السلم هذا على ارتفاع 790 متر، هو جزء من الطريق اللي بيوصل المشاركين لقمة جبل هوفن الشهير في النرويج، واللي بيبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر. السلم مكون من 120 درجة، طوله 140 متر، وبيطل على يعني مضيق بحري كمان. والسلم اللي بتكلم عنه واللي راح اسميه انا انه السلم الهوائي، يعني السلم المعلق، وقت لما بيوصلوا له المشاركين بيكونوا على ارتفاع عالي اصلا، يعني هو مو مثبت في الارض ترى. المشارك يحتاج يكون متسلق الجبل عبر اسلاك وسلالم ثابته وكده، وبعدين بيكمل طريقه في السلم الهوائي هذا. طيب صحيح انه بيتم تثبيت المشاركين باسلاك معدنيه كده وحلقات مثبته في الصخور، بس اللي بيشوف المتسلقين بيحس انهم معلقين في الهواء مو مثبتين يعني بشيء، يعني هذا مو حق الناس اللي ضعاف القلوب اصلا، مو حق احد، مو حد عاقل، مو حق العقلين ترى. ها اوكي، شوفوا بعينكم. ترى ما أعرف لو المنظر اللي شفتوه في نهاية الفيديو يستاهل كل هذه المغامرة، ولا ترى الأعجب إنه لما توصل فوق وتخلص المغامرة وتبغى تنزل، أنت بحاجة 5 دقائق بس عشان تنزل عشان هتستخدم التلفريك. العموم شاهدينا بكرة خميس البنيس في أمان الله.